له دعوة الحق. به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية، قصة آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، عالجت امرأة في أقصى المدينة، في أطراف المدينة، أي قبلها دون أن آتيها، وهذا أنا يا رسول الله، فاقضي في بما شئت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لهذا الرجل: لقد سترك الله لو سترت نفسك. ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فخرج ذلك الرجل، فأتبعه رجل ودعاه، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ثانية، فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قصة آية. فحينما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي فيها بشارة من الله سبحانه وتعالى، قال له رجل من الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، أله خاصة؟ هل هذه الآية خاصة بهذا الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هي كافة للناس جميعا. هذه يا إخواني الآية تدل على أن الإنسان إذا فعل بعض الذنوب وبعض المعاصي هناك مكفرات لهذه الذنوب، ومن أعظم هذه المكفرات هذه الصلوات الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم، ويضرب مثل جميل رائع، يقول للصحابة رضوان الله عليهم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. من أعظم مكفرات الذنوب هذه الصلوات التي نصليها بين يدي رب الأرض والسماوات. إن كان الخطى للصلاة والمشي للصلاة مكفر من مكفرات الذنوب، فكيف بالصلاة ذاتها؟ الرجل إذا خطى خطوة إلى المسجد يكتب الله سبحانه وتعالى له بها حسنة، ويمحو بها عنه سيئة، ويرفعه الله عز وجل بها درجة. الصلاة إلى الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة لما بينهم، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم. ثم يا إخوان ويا أحباب، هناك منهج عظيم وفقه عظيم من فقه الذنب، أن الإنسان إذا فعل ذنب من الذنوب يتبعه بحسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا فعلت سيئة اتبعها بحسنة، لأن هذه الحسنة تمحو هذه السيئة. ولا يفهم من كلام هذا أن الإنسان يتجرأ على الله ويعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن إن غلبته نفسه وشيطانه وهواه وارتكب ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فالعلاج أن يتوب إلى الله
وأن يقبل على الله وأن يتبع هذه السيئة الحسنة، فقد قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات. قصة آية.